من خلال الافلام نروج لكل ما هو جزائري، الافلام الجزائريه نروج للباس الجزائري، للاكل الجزائري، للثقافه الجزائريه. دوك نعولوا عليهم بزاف، راني هنا نمثل فن المطبخ الجزائري لانه فن من الفنون واكيد عميد من اعمده الهويه الجزائريه. بصي انا مبسوط جدا انك انت تروجي للفن الجزائري وللافلام الجزائريه وللباس الجزائري. خدي بالك لباس عندنا، لباس في المغرب هو اللباس طبعا، عندنا في مصر اللباس هو الكلوت، ولكن مش مشكله يعني، انا لو مغربي قال اللباس بعرف انه اللبس عادي، لكن انت او الجزائريين او كوكب لالا ما يقول لباس معرفش ليه بتوصل لي ان هي زي اللباس اللي عندنا في مصر كلوت. المهم يعني انا عايزك تروجي لكل الحاجات الجزائريه، والله انا مبسوط، روجي للحاجات الجزائريه بس يا فندم، مالكوش دعوه بالحاجات بتاعت المغرب. بجد انا فخور، دي خطوه ناجحه جدا ان حضرتك تروجي للحاجات الجزائريه، بس ارجوكي الجزائريه، يعني ما تقولناش القفطان، الزليج، الكسكس، الطاجين، ما تقول مالكيش دعوه بحاجه المغرب خالص. لو روجت للحاجات الجزائريه اي نعم انت مش هتلاقي حاجه تروجي لها غير سكران طايح في الدروج و بوس ولا تمسه وزحلق وانا نام جنبك، بس مش مهم يعني، روجي للحاجات دي ارجوك. في حاجات تانية عايزه تقوليها يا مدام؟ اتفضلي. أني لابسة بلوزة الجزائرية من الغرب الجزائري، البلوزة أصلها جزائري وأكيد راح تروح للعالمية بجمالها والرونق بتاعها. أوكي برضه البلوزة الجزائرية ماشي، أي حاجة عايزة تقوليها لها علاقة بالجزائر يا فندم قوليها أرجوك. أنا مبسوط، ابعدوا بس عن القفطان والزليج والجبادور والحاجات بتاعت المغاربة، ابعدوا عنها. لو هتقولي كل حاجة بعد كده تكلمي عن الجزائر بس أنا مبسوط، والله دي خطوة كبيرة جدا في حياتي. أرجوكوا ابتعدوا عن أكلات المغرب بعد إذنكم، ابتعدوا عن المطبخ المغربي، ابتعدوا. المطبخ المغربي ما شاء الله عمال يفوز بالالقاب، الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا تقواس. فارجوك بقى خليكي بعيد عن الحاجات المغربيه. في بمناسبه عشان انا بسمع انكم حضراتكم بتقولوا الاكلات المغربيه بتاعتكم كده، في اكله جزائريه اكتشفتها جديده ارجو انكم يعني تتفرجوا عليها معايا. عليكم ورحمه الله. نديروا طلبيه تاع طاجين المقمط. المجمط يعني المجمط وسكران طايح في الدروج والمشلوش وبص ولا تمسه وزحلق وانا نام جنبك والدنيا حر، كل دي اكلات هناك الحمد لله. انا مبسوط، انا مبسوط جدا يا مدام، خليكم بجد في الاكلات دي، ابتعدوا عن الاكلات المغربيه ويعني هنبقى سعداء جدا كلنا. انا مبسوط بجد. في انا كنت بتفسح امبارح فدخلت بيت الزواحف، عايز اوريكم بيت الزواحف. يا مروك اي صحراء غربيه وحش مع راح والحوت هذا نتاع ماليه وفي الفصار نتاع مالي وتحبنا العدالة، تحبنا ندير العدالة الدولية، ندير العدالة الدولية. انت بتقول لمبي في ايه؟ العدالة في ايه يا عم مالك؟ في ايه؟ انا مبسوط لان انا بحب دايما لما اروح جنينة الحيوانات جيزة زو ادخل اتفرج على بيت الزواحف دايما، يعني ببقى مبسوط لما بشوف بيت الزواحف. فالاستاذ ده من بيت ده هربان من بيت الزواحف، هنرجعه ان شاء الله الجنينه. اي حد بس يقول لي لو شفتوه في الشارع، لو شفتوا حاجه بتجري في الشارع بسرعه وعندها ديل قولوا لي على طول، وانا هجيب الراجل ده، الراجل اللي بيطلع كل يوم يتكلم على المغرب ده، انا هجيب امه ان شاء الله، بس سيبوه لي انتوا، انا هرجعه جنينه الحيوانات تاني. شخصيا يا سياده الرئيس يتعرضوا لك بالسوء ويتعرض للتاريخ نتاع البلاد ويتعرض لكرامه الشعب الجزائري، نقدر نقتنع باللي هذا شقيقي. تقولوا لي باللي لا ما راهمش كاع جزء منهم فقط اللي يدير هذا العمل، انا نقول لك نورمالمون يستنكر، انا ما شفتش استنكار. انتوا هو انتوا اللي فيها بتجيبوا فيك؟ ده مثل عندنا في مصر يعني. يا راجل هو في حد بيجيب سيره المغاربه قدكوا؟ يا راجل هتشلني. هو في حد بيجيب سيره المغاربه قدكوا؟ بياخد تاريخ المغرب وتراث المغرب وكل حاجه في المغرب ويقول عليها بتاعته قدكوا يا حبيبي؟ هو في حد جاب سيره المغاربه قدك انت بالذات؟ ابو النيف نفنيف وحزلقوم زحلقيني؟ ما فيش حد زي زحلقيني ومدام صوفيا باتمان باللبن محلوبه ومدام بقره حلوب وبن صديره، انتوا ما فيش حد عندكم ما بيجيبش سيره المغرب يا باشا. فدلوقتي بقت المغاربه هم اللي بيجيبوا سيركم، وقال لك انا اشوف حتى استنكار. استنكار ليه؟ ده هم ده المغاربه اقسم بالله يشجعوا كل واحد بيرد عليكم، على الاقل بيرد على اللي انتوا بتعملوه. بصوا انا شفت ترحيب، انا شفت بارتاج، انا شفت اعجابات. احنا هنعمل بارتاج واعجابات، والمغاربه بيعملوا لي بارتاج كتير جدا واعجابات لما بديك على دماغك انت واللي زيك انت وصوفيا بطيخه صوفيا محلوبه والحاجات دي كلها، المغاربه بيعملوا لي لايك وبارتاج. انا مبسوط وهم مبسوطين عشان رجاله المغاربه اللي هو انا واحد منهم وبعتبر نفسي واحد منهم، معايا باسبور مصري ولكن انا راجل من رجال المغرب. فرجاله المغاربه دول المغاربه بيبقوا فخورين بيهم عشان بنرد، عشان ما بنسكتش على شتيمه اخواتنا وشتيمه الناس اللي احنا بنحبهم وشتيمه الناس اللي خدنا منهم كل خير. انا شفت من المغاربه كل الخير فبرد، ولا يجيب سيره المغاربه لو جزائري او غير جزائري هرد عليه واديله على قفاه. فانا مبسوط جدا ان انت وصلت الحقيقه دي. احنا مبسوطين وبنعمل بارتاج لما حد يرد عليك وعلى اللي زيك، وعلى ما حد ياخد تراث المغرب وتاريخ المغرب هنرد عليه، ولنا الله في كوكب الله. ف...
في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وأنا كنبغيكم بالزاف. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعادة لنا الله في كوكب لالا. تاني هقول لكم زي ما بنقول كل مرة اليومين دول، هحط رابط القناة التانية في أول تعليق، تدخلوا هناك إن شاء الله تشرفوني. لما القناة توصل تعدي 1000 ولا حاجة أقدر أطلع لايف عليها إن شاء الله. هنعمل القناة التانية دي لللايفات، إحنا بس بنحط عليها دلوقتي فيديوهات عشان توصل لكم وتدخلوا عليها، بعد كده إن شاء الله هنعملها لللايفات. فإن شاء الله أتمنى تنوروني هناك بإذن الله، وأشكركم مرة أخرى وتحياتي، ولنا الله في كوكب الله. السلام عليكم الشعب الجزائر. شو أخوتي الشعب الجزائر، تحية تحية، والشيات يبقى الشيات، تحية الصحراء 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 المغرب. الصحراء 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 الصحراء. انت اتلبست ولا ايه فيها يا جماعه؟ انا شفت حاجات غريبه دلوقتي، انا كنت بحلم اصلا، لسه كنت نايم، انا كنت نايم في الفيديو اللي فات ده، انا ما اتكلمتش. لو تلاحظوا لاول مره ان انا ما اتكلمش، انا مستغرب انا كنت بحلم ولا في ايه يا جماعه؟ لو انتوا حاسين، لو انا بحلم حد يصحيني، في ايه؟ انا مش عارف. تبون قال ان هو مش عايز يشارك في البريكس، وانه البريكس فيها مشاكل، وان الجزائر هي اللي مش عايزه تشارك فيها. بعدين لقيت فيديوهات تانية وهو بيقول احنا نفسنا ندخل البريكس، وبعدين لقيت فيديو تاني بيقول احنا بنعجل بالنداء للبريكس، وبعدين طلع قال انه المغرب عدو استراتيجي ولا عدو مش عارف ايه، وبعدين قال انه المغاربه مرحبا بيهم في 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 الجزائر واحنا مش هنطردهم ولا حاجه، وبعدين طلع ابو النفنة فنيفو قال ان هو كان قال قبل كده ان هو مش عايز المغاربه حتى يدخلوا يشتغلوا في الجزائر، وبعدين قال مرحبا بالمغاربه في الجزائر. انا ما بقتش في ايه يا جماعه؟ انا لسه بحلم ولا انا صاحي ولا انا ايه؟ عشان انا مش قادر افهم بجد. المغاربه الحقوني، يعني كوكب لالا طلع لي في الحلم، حصل تناقضات كتير قوي في الموضوع، انا مش فاهمها حضرتك. يعني السلام عليكم الشعب الجزائر. شو اخوتي الشعب الجزائر، تحيه تحيه، والشيات يبقى الشيات، تحيه الصحراء 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 المغرب. اللبل بال، انا الكابوس ده بيجي لي كل شويه يا جماعه، حد يصحيني من النوم يا جماعه، حد يقرصني يقرصني. استنى كده، انا صاحي، ده انا طلعت صاحي. ايه ده؟ ايه الحاجات دي يا جماعه؟ لنا الله في كوكب لالا. انا الفيديو ده مش هرغي كتير بقى، انا سبت لكم المسرحيه الكوميديه دي على بعضها كده. ولنا الله في كوكب لالا. انا الاحمر والنجمه الخضراء، انا اسد الاطلس، انا مالك الصحراء وسيدها، أنا قلب الأسد. هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ، هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم، أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج، أنا من كسرت شوكة العثمانيين، أنا تاريخ كبير، أنا القوي العتيد، أنا القريب والبعيد، أنا الكرم والجود، أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا المغرب.